بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الكابتن مصعب الشاعر، حياكم الله في قناتي. اليوم عندنا مقطع وايد مهم مع الشباب، عندنا تحديات وطريقة القفز على الرأس. ها شباب، جاهزين حق التحدي؟ اليوم حلقتنا طريقة القفز على الرأس، راح نعطيكم طرق حلوة ونسهل لهم المهارة ومن ثم نسوي لهم تحدي. ما شاء الله عندي أعداد وايد، الحين بدأ موسم الصيف، وطبعا عندنا الاشتراك في مركز المحرق النموذجي، وأيضا عندنا تقدر تشتركون في مركز مليات حمد. طبعا اشتراك حق أهل البحرين والمتابعين اللي خارج البحرين، إن شاء الله تستفيدون من القناة، وبإذن الله راح نسوي لكم زيارات إن شاء الله، الإمارات، السعودية، قطر، راح نزوركم بإذن الله تعالى. وأيضا اللي حاب نزوره يكتب لنا أي دولة تبي نزورك. يلا حياكم في التحدي. أوكي شباب، حرك ريلك، تسخين، حركوا ريلكم، حرك ريلك، انبطح، نام على ظهرك، نام، انبطح، حرك، التسخين يقينا من الإصابات ويهيئ الجسم حق المهارة. من مفصل الفخذ، إيه صح، حلو، يلا حرك ريلك، راسك في الماي، البس النظارة، حرك ريلك، حلو، تقدر تسخن خارج المسبح وداخل المسبح. اوكي روحي بنظارة، يلا حرك ريلك، راسك في الماي، ايه حرك، يا سلام عليك، روحي بنظارتك، ابطال، اوكي تعالوا فوق، قعدوا، اوكي شباب، عندنا تحدي القفز على الرأس، بتشوف من احسن واحد فيكم يسوي القفزة بقيمة من 10، اوكي؟ واللي يطلع الاول له هدية ان شاء الله. بنقول لكم بعدين شنو الهدية، يمكن فلوس، اوكي؟ جاهزين؟ ما اسمع، جاهزين؟ اوكي. اقفز بطريقة، شوف ريلي شلون؟ الثاني للخلف. اخذ نفس وانزل، شوف. صح، يا سلام عليهم، يلا 1 2 3، تسخين حق التحدي، زين 1 2 3 جو، يا سلام عليك، يتعلمون شوي، اصبر شوي، 1 2 3 جو، يا سلام، ما شاء الله عليهم ابطال، 1 2 3 جو، يا سلام يا سلام عليك بطل، 1 2 3 جو، يا سلام عليك يا بطل، اوب بطل، 1 2 3 جو، 1 2 3 جو، يا سلام عليك، 1 2 3 جو، بطل، يا سلام عليك، راح البطن. اوكي قعدوا شوي، هلا يوسف جاهز حق القفز؟ بقيمك من 10، ها يلا خليك جاهز، حط ريلك عدل، 1 2 3 جو، اوكي نزل على بطنه يوسف، 7 من 10، 7 من 10، اوكي عشان تقييمك يكون زين، من 10 يوسف حصل 7 من 10، ها يلا علي، 1 2 3 جو، اوه 6 من 10، نزل على بطنه 6، هارلك جاهز علي؟ بقول لك علي لازم تجيب 8 او 9، ها يلا جاهز، 9.5، اوكي 1 2 3 جو، اوه نزل بعد شوي غلط، 7 من 10، 7، عبد الله كم تجيب من 10؟ 8، يلا عبد الله، 1 2 3 جو،
اوه احسن منهم بس كيف اسريله. القفز كان ممتاز بس كيف اسريله. اعطيه 7.5 عبد الله، 7.5. اوكي معي احمد الحين. احمد اقفز على الراس، حاول تحصل 9 من 10، 8 من 10 عشان في التقييم تطلع عالي. اوكي يلا 1 2 3 جو احمد. اوه حلوه القفزه، اعطيه 7.5 من 10 طبعا، 7.5 من 10. محمد ابيك تقفز وتحصل تقييم ممتاز. ها من 10 ها، يلا 1 2 3 جو. نزل بعد على باطنة تقريبا، اعطيه 7 من 10، 7 من 10. اي خليك جاهز، ريل واحده للامام واحده للخلف. اي جاهز حق القفز عيزه؟ يلا 1 2 3 جو. يا سلام ممتاز، 8 من 10، 8 من 10 الاول، 8. يلا جاهز عبد الله؟ ترى الشباب اكو في واحد حصل 8 احسن واحد. اي عيسى يلا 1 2 3 جو. اوه نزل على بطنه، 7.5 من 10، 7.5، 7.5. يلا لعقبه لعقبه. اوكي فهد جاهز، خلي لك عدل. اوكي ابيك تجيب تقييم زين ها، 1 2 3 جو. اوه الاول 9 من 10، يا سلام تكمل سباحه فهد. محمود جاهز حق القفز؟ اوكي ابيك تجيب تقييم عالي ها، 1 2 3 جو. يا سلام اعطي بعد 9 من 10، 9 من 10 تعادل زين. محمد جاهز حق القفزه؟ الحين في شباب يبغوا 9 من 10. اوكي ركز، 1 2 3 جو. اوكي بس كيف اسري له؟ اعطيه 8.5 من 10، 8.5. بقفز انا في الماي كم قفزه؟ اوكي ابي اشوف، اذا صح قولوا لي صح، اذا خطا تقول لي شنو خطا. اوكي نشوف القفزه الاولى. القفزه الاولى خطا، ليش غلط؟ نطت على شنو؟ نطت على بطني لانه هاي الخطا الاول. اوكي الحين نشوف. شوف ركزين ما شاء الله، لان وايد عندي طلاب اذا بيقفزون يتخيلون انهم قفزين صح بس ينزلهم عاريلهم. اوكي نشوف الحين. الحمد لله رب العالمين، انتهينا من التحدي اليوم. ما شاء الله محمود حصل 9 من 10، ما شاء الله عليك فهد 9 من 10. اقوى تحيه لكم، كفو عليكم يا ابطال. شنو هديتكم؟ زين نعطي كل واحد فيكم 5 دينار، نطشكم بنفت. زين 5 دينار، 5 دينار. هاي تحديات بسيطه نسويها حق الطلاب في فصل الصيف ان شاء الله. ترقبوا التحديات والمقاطع القادمه. اقوى تحيه لهم، يلا نشوفكم على خير، مع السلامه.